Brownian motion is the regular motion of small particles suspended in a liquid or a gas caused by the bombardment of the particles by molecules of the medium. زي ما قلت لكم الستوري بتاعت براونيان موشن اللي الساينتست كان بيعمل اكزامينيشن للبولين جرين، كان جايب باتري ديش حاطط فيه بولين جرين في الووتر، لقى ان البولين جرين بتتحرك تحت الميكروسكوب، فقال البولين جرين ممكن تكون بتتحرك لان هي جايه من فلاورز which is a living thing. So why don't we change the pollen grain into a material which is coming from a non-living thing? And he has changed the pollen grain with dust particles. احنا عارفين ال dust particles دي بتكون non-living thing. فلما حط ال dust particle مع ال water في ال battery dish وبعدين قام جاي يعمل examination، لقى ال ال dust particle بتتحرك بشكل randomly. ومن هنا جات له الفكرة ان ال medium اللي هي ال water، الووتر بارتكل تحديدا هي اللي بتعمل هات للبولين جرين وهي اللي بتعمل هات للدست بارتكل، وعشان كده احنا كنا فاكرين ان البولين هي اللي بتحرك والدست هي اللي بتحرك، لكن الحقيقه ان الووتر بارتكل هي اللي كانت بتحرك الدست وهي اللي كانت بتحرك البولين جرين. فالبراونين موشن ستيت ان الميديوم بتقدر تحرك البارتكلز الموجوده فيها. الميديوم دي ممكن تكون ليكويد وممكن تكون جاز.